مستمعينا الكرام على راديو المشاهير اللبناني، تحية لكم القلب مع المصممة الأزياء العالمية زينب عبد الله واللبنانية الأصل منورة. ألو، مرحبا. يا هلا، كيفك؟ أهلا وسهلا منورة. شكرا منورة فيك. يعني نحن حظينا هيك بهاللقاء الحلو ببيروت هيك بالأتليا تبعك، فكمان نحن بنكبر بمصممة كبيرة مثل حضرتك، عم تسافر عدة دول وعملت مود الفريق يلي كان ناجح جدا، لبست أهم العرضات بالعالم. زينة منورة. منورة فيك، ميرسي لك. احكي لنا شوي عن الحفل واحكي لنا عن زينة عبد الله، نجحت شاركتي فيها القصص هيك. أنا بلشت أنا وصغيرة بالتصميم، كان عمري 7 سنين. كنت كل ما لقي شيء هيك كتير مثلا ما بدي إياهن أصقص منهم وأعمل منهم شيء، أعمل جزدان، أعمل شوز، شوي شوي صرت تتطور مني لوحدي أعمل تياب. بعدين فتت علمت بالأسمود وعملت ترينينج عند زهير مراد مصمم أزياء عالمي، حبيت الفساتين اللي بحلم فيها نفذها على الأرض. حلو. وهيك هون شوي شوي بقى. ايش حلو الإنسان إنه يتعلم مع إيد أستاذ كبير مثل زهير مراد؟ إيه شغله كتير حلو، كتير بيعجبني شغله. يعني بلشت عنده من أكيد بوجه له أكبر تحية له ولشغله ولكل الإكيب عنده. هي الموهبة برأيك تيجي مع الإنسان ولا هي الإنسان هو بنميها بالكرياتيفيتي تبعه بالشغل تبعه، لا هي ولا هو شغله بيثبت موهبته؟ هو أكيد أول شيء بتخلق معه الإنسان. نعم. وأكيد هو بده يرجع ينميها، بدك تطبقها على الأرض، بس إذا ما كان عندك إياها بالخلفية بالباكجراوند تاعيتك أكيد ما حتكون مبدع. زين، قديش أنت طامحة بالحياة؟ يعني أنا شفت صور إيديك بالسايت تبعك وهيك، أنت بنفسك هتعرضي الفساتين الراقصة؟ صراحة أي، أنا أول ما بلشت يعني بتحب تكون عارضة؟ لا مش بحب أكون عارضة أنا، بس أنا لما خيط الفستان وإجي قيسه وقف قبال المراية حس، مع إنه قليل من يشبهني العارضين إنه بيلبسوا فساتين. مزبوط. أنت عم تكسري المقاييس هلا. مزبوط. نعم. ما بعرف ليه حسيت لازم أنا أعرضه، يمكن هيك بداية حسيته يمكن لإلي هو. اوكي. بتحب تجرب الشغل؟ بحب اجرب اي قطعه، اي قطعه حتى للزبونه كمان بحب، لانه دائما الجسم الحقيقي غير جسم المانيكان، بيكون عم يحكي اكثر، بتعرف وين صحيح وين تخيط وين كذا، وين الخطا وين الصح. زين عبد الله، الى منزل تطمح؟ يعني كل انسان اكيد بيحب يوصل لاخر الخيط بالشغل. لوين يعني؟ ان شاء الله. يعني بعد ما شفنا اللي عم بشوف الفساتين عبر الفيسبوك والله عم بشوف الصور الحلوه شبهوك بالممثله العالميه جولا روبرت، شو رايك؟ ميرسي لك. ما بعرف، تطمح الى هالشيء؟ نصير ديزاينر عالميه ان شاء الله. ديزاينر عالميه، ممثله مش غلط. لا ممثله ما عندي مرق بالتمثيل. في كثير بزنس مانز وكثير ناس ناجحين، يعني رومانز وهيك بزنس رومانز عم بيمثلوا، يعني ما بتعرف ليك بحياته الانسان ما يقول لا، ما بتعرف وين بتصير. وانت قريبه للقلب يعني بتنجح. شكرا. يعني ان شاء الله. ما بعرف في ممكن. في حدا من الاسماء الكبيره اللي لبستيها من الفنانين العرب الاجانب وهيك ولا؟ انا بعدني مبتدئه. نعم. واول خطوه لي هي كانت بميس مود دو باري. نعم. ان شاء الله ايام جاي بتمنى لك النجاح الكبير. وهيك في شيء هيك دعوه على فرنسا اجتك من حدا؟ ايه اجتني من المسؤول تاع المود دو باري، وفي على مرمرس كان في ايفنتس كمان، اجتني دعوه بدي سافر ان شاء الله بشارك فيهم ان شاء الله الايام جايه. نعم. يلا زينة، خبرينا شوي عن زينة. زينة عبد الله، شو بدي خبرك؟ انا كثير بحب الثياب، عن بعشق الفاشن، يعني اوقات بحلم بالليل بشغل بفستان بقوم الصبح بدي طبقه. يعني اكثريه الثياب اللي بخيطها ما برسمها، يعني دغري ببلش فيها على المانيكان. قديش انت رومانسيه بالحياه؟ كثير. يعني لا درجه ما عندي، ما بدي لك درجه، بس في وقت يعني حتى الأول. يعني انا بعرف الانسان الرومانسي حتى بابتكاراته برسماته بفساتينه، يعني بتعبيري عن الاشياء بكون رومانسيه. هيدا اللي بقصته. مزبوط. اي نوع من الموسيقى بيشتك كمصمم تازية؟ يعني مثلا بتحب موسيقى، يعني هيدا الموسيقى بتقولي انه انت انا اصمم الفستان بحب اسمعه؟
بحب الموسيقى الكلاسيكية. الكلاسيك والقصص هي. كمان ذوقي بالتياب كلاسيك. كل شيء. لا أكيد هو مع أنت أبديت بالموضة كمان بس إجمالا بروح للكلاسيك. صرت يوما ما مصممة عالمية. إن شاء الله. طامحة. نصور. طب نعرف. تشاركي بلقب شمالي انت صرتي عالمية. هلا يمكن مسابقة المود دو باري هي خطوة أكيد خطوة أكيد عالمية يعني مش سهل حدا يشارك انك تلبس 9 عارضات من دول برا نعم حول العالم ستيب حلوة وان شاء الله خير. طيب زينة اذا شفتي شخص عنده موهبة موهبتك كيف بتساعديه؟ انا بحب ساعد اللي عنده مواهب يعني دايما بقول له الانسان وين بيحب الشغل يفوت فيها لانه بينجح فيها اكثر. قديش انت مبادره بحياتك؟ قد ايه مبادره بتحب المبادره بتحب عمل بحب بتحب تساعد الناس كثير بحب ساعد يعني ما قلت قدمي فستان لشعروس اذا طلبوا منك سنه ليش لا مش لا بدون ما تاخذي حقه بالنهاية إذا إذا هيك دول عرس إذا لقيتيها ماما إذا هي بحاجة لهيدا الفستان أكيد إذا بحاجة يعني دائما يعني أنت طامحة إذا لقيتي كمان إلك مصلحة بالموضوع يعني يبين اسمك. أسئلة جريئة على راديو المشاهير اللبناني مزبوط. في سؤال إجينا من معجب على الفيسبوك سألنا زينة عزبة ولا لا؟ حابين يعرفوا شو رأيك؟ شو بنقول له؟ ايه عزبة عزبة يعني نحكيه؟ إذا في عرسان ليش لا؟ يلا شي عريس يكون هيك يقدر هالفاشن صحيح؟ إن شاء الله. في شي هلا بحياتك ولا لا؟ لا ما في حدا ما في حدا ولا تقدم لك حدا بطولة بعد؟ هلا عم بشتغل على الموضة بالبساتين هلا. زينة كلمتك لراديو المشاهير وتلفزيون المشاهير اللبناني تحية لك من القلب ولعلاء جوهري. انا كثير اليوم سعدت اني قابلت مصممة رائعة مثل حضرتك فيها الجاذبية فيها الروعة بكل شيء بالعمل تعملها وفيها عيونها حلوين. الله يخلي لي اياك خجلتني. انا كمان بوجه لكم كلكم تحية كلك ذوق استضفتني احكي معك وبنت الجنوب الغالية غالي علينا أهل الجنوب وأهل اللي بقى وانتو غاليين أهل عبدالله وانت غالية. زينة كلمتك الأخيرة أنا بقول لأي صبية الثقة بالنفس هي 3/4 جمالك.